يعطيكم العافية جميعا. مساء الخير في عمان تي تي 23. طيب قبل ما نبدا حاب اول شيء هيك دائما هذا السؤال عندي، بحب دائما ما اشوف كراد عمان تي تي اعرف كم حدا جيك بالموجودين؟ كم حدا مش عارف شو يعني جيك؟ مبين والله ما بتحسوا شيء هيك حلو من ايام المدرسه زمان كان عيب هذا الجيك عمان تي تي انا جيك مكيف. طيب اليوم العمان تي تي اديشن عن الاي كوميرس. مين ما بيعرف شو يعني اي كوميرس؟ مين بيعرف شو يعني اي كوميرس؟ في ناس مش عارفين، لا عارفين ولا مش عارفين. طيب بدي شوي بس اخذ هيك فكره عن شو طبيعه اهتمامكم بالاي كوميرس، شوي الباك جراوند. مين مهتم بالاي كوميرس كديفلوبر هون؟ او مين ديفلوبر اصلا بالحاضرين؟ ببرمج بس الاذن هيك فرجوني انتوزيازم. اوه تحية للكوميرس. طيب مين باك جراوند سوشيال ميديا واونلاين ماركتينج وهاي السواليف؟ مستحيين بحالكم؟ ارفع ارفع لا السوشيال ميديا اكلوا البروجرامرز. طيب الضايلين بزنس، كم حدا بزنس هون وباك جراوند بزنس مهتم يفتح شيء يدخل اي كوميرس او شغال بالاي كوميرس؟ عظيم اهلا وسهلا. طيب احنا اليوم عندنا مجموعه سبيكرز مميزين، حاولنا هاي المره نكون شوي اكثر فوكست على بالسبيكرز، عددهم اقل عشان نسمح مجال اكبر للدسكشن والحديث. إذا ملاحظين في سبليت هيك بين الناس اللي جايين كديفلوبرز وناس جايين من بزنس باك جراوند وناس جايين ديفرنت باك جراوندز، ففي ناس ايفيدنتلي مهتمين بالاي كوميرس عشان عم بيشتغل بالموضوع، في ناس جاي على باله يصير يشتغل بالموضوع، في ناس جاي يتعرف على التوبيك. فبدنا نحاول ان شاء الله يكون عندنا انف تايم للدسكشنز، نسمع اكثر من السبيكرز، نعطيهم مجال اكثر بدل ما نضغطهم بالحديث وهيك. وعندنا يعني مجموعة سبيكرز زي ما قلنا مميزة، عندنا ثلاث سبيكرز اليوم معنا. مازن الضراب، بدنا نحيي مازن الضراب سي او تبع شركة اي كوميرسي، وعندنا وسام داود اللي هو السي تي او تبع سوق دوت كوم، عندنا اياد كمالي اللي هو السي او تبع ارامكس. نحكيكم طبعا اكثر عن كل حدا لما يبقى دوره بالحديث. بدي طبعا انا ما بعرف امسك مايك واطلع وما اسولف، فلازم احدثكم شويه قصص قبل ما نبدا نجيب السبيكر الاول. عم بشتغل حاليا بشركه اسمها انتو في. في حدا بيعرف انتو في؟ واحد هناك لاحظته مش عارف انتو في، شو مشكلتك؟ عم بدير انتيتي او اسمها يعني واحدة من الانفستمنت ارمز تبعت انتو في اسمها انتو في لابس. مش عم بعمل الفصل انت عارف، هتعرفوا مين انا عم بحكي. طيب في عنا بس حاب شوي اذكر الفكره وهلا بربط لكم اياها بالاي كومنتس ايش عم بحكيها. عنا شوي كونسبت مختلف باللابس، عم نحاول to head hunt او to recruit التالنت اللي هم جاء عبالهم يصيروا انتربرنورز. بس مين انتربرنور هون؟ مين تبهدل بالموضوع هذا كثير؟ حلو صح الشعور؟ حلو؟ لما معكاش مصاري وهيك بتشحط اوكي. فباللاب عم نحاول مش تعانوا من هاي المشكله، عم نحاول احنا في مرحله انتقاليه، حدا عماله بيكون موظف وبده ينتقل لمرحله الانتربرنورشيب، عم نحاول نخلق سيف انفايرمنت بالنص. ف وات وي دو از باختصار اذا في سكيل سيت ممتازه وجاهزه انها تتحول لانتربرنور، بنعين هذا الشخص او هو كتيم، بتشكله معنا كفرق داخل اللابس وبيقدموا على انفستمنت ثيسز، على انفستمنت بيتش عندنا،
وخلال ثلاث أشهر بطبق الفكرة تبعته عشان تسبن إت أوف تصير واحدة من الشركات اللي استثمرنا فيها. هلأ ليش عم بحكي هذا الحكي؟ لأنه إحنا واحدة من الاهتمامات اللي عم ندور عليها إي كوميرس، فمهتم بالتوبيك كتير وحاسس إنه هذا الموضوع هذا في كتير لاينز ممكن تروح عليها، في أويسس 500 ممكن تقدم عليه، في أنتوبي لابس، في إذا عندك كونسبت أوريدي جاهز ممكن تروح عليه بـ different investment arms مع الـ VCs المختلفين. هنا أكثر الـ speakers راح يكون دورهم مختلف من الـ concept بشكل عام تبع الـ e-commerce، الـ platform إذا حدا مهتم بالـ development والشغلات هاي، ومن جهة يعني علاقتنا بباقي الدول الأردن والوطن العربي ومقارنته بالدول المختلفة مثل economies مثل الصين ومثل هاي الشغلات. فإن شاء الله بس مع نهاية الـ السيشن اليوم عمان تي تي تكون صار عندنا تصور اكبر، واذا في عندنا اسئله تكون اتجاوبت عليها من الاكسبرتس اللي موجودين اليوم، ويكون جاهزين اللي بباله فكره وجاي على باله يطلعها يكون جاهز، واللي اوريدي شغال بالموضوع بس في اسئله عم بتدور بمخه يكون اوريدي جاهز ان شاء الله قريب لحلول عشان يبدا يشتغل على الموضوع. قبل فتره قريبه كنت طلعت تور على بين سيليكون فالي ونيويورك، وصح لي اقعد مع في حدا بيعرف ستيف بلانك؟ عندكم مشكله. ستيف بلانك هو كاتب كتاب اسمه The Four Steps to the Epiphany. اكتبوه بسرعه، كتاب مهم. هلا Four Steps to the Epiphany هذا كتاب، طب في حدا بيعرف اللين ستارت اب موديل؟ يعني عندي مشكلة حالياً إني حبيت اللين ستارت اب موديل، فعم وين ما بروح بضل أحكي فيها، فكنت طرت عنه معاي for two minutes بس عن اللين موديل. اللين موديل هي زي مين بيعرف الأجايل ديفلوبمنت؟ أوكي، الأجايل ديفلوبمنت حطوها مع كاستمر ديفلوبمنت بطلع اللين موديل سمها. بدها شوية تفاصيل أكثر، وإن شاء الله إذا أتحدث مع حدا لحال نقدر نحكي بديتيلز، بس فكرتها باختصار إنه دائماً أنا أشتغل على الكاستمر ديفلوبمنت تبعي، أبني شو هو الكاستمر تبعي بثيسز، وأضل أدرسها هاي الكاستمر سيجمنت لغاية ما أكتشفها عن جد، وبعد ما أكتشفها ببدأ ترول أوت البرودكت تبعي وشغلات هاي. ستيف بلانك هذا زلمي يعني ليت 60s كتب كتاب، هلا هو بالليت 60s تبعته كتب كتاب كل الدنيا انجنت عليه وعظيم وحالته حاله، واحد وهلا بدرس بستانفورد ويو سي بيركلي وكل الجامعات هاي المهمه في هيك سيليكون فالي. التقيت طبعا فيه برانش باخر الدنيا، خلص الزلمه متقاعد يعني اموره تمام. فعليا كل التعاليم تبعته بتركز على هذا الكونسبت الكاستمر ديفلوبمنت، وانا حاب احكي كنت بس عن هاي الموضوع قبل ما نجيب السبيكرز يبدوا يحكوا معنا، لانه اذا بتدخلوا بتفاصيل هذا الموديل تبع الكاستمر ديفلوبمنت، اهم بوينت بالاي كوميرس انك انت تفهم هذا يعني طبيعه الكاستمر، وليش الكاستمر اجى عندي وطلع من عندي، ليش اجى وكمل معي. طب هذا الكاستمر لما اجى اول مره عمره اجى كمان مره ولا بطلت اعرف عنه، ولا هو اصلا موجود بس انا مش عارف، ما عندي طريقه اقيس هذا الحكي بالسايت تبعي او بالبرودكت تبعي او بالكلام. هلا لما بيجي عندي وبتعامل معي بسيرفيس عماله بحكي لجيرانه لاصحابه او عماله بحكي على السوشيال ميديا على هذا الموضوع، ولا بيستحي يجيب سيرتي بيستحي يجيب البرودكت تبعي يقول انه انا يوزر لهذا البرودكت؟ هل هذا الزلمه بيجي بتفرج وبعدين بيطلع من غير ما يشتري، ولا اوكيجنلي بيشتري مره كل ابصر قديش، ولا بيجي عندي اكثر من خمس مرات؟ كل هاي الشغلات كثير منا بعمل سايتس وبكون بتابع جوجل اناليتكس بتفرج فيرست يوزر، ناس اجت ناس طلعت مش عارف ايش، بس ما بدخل بديتيلز المانجمنت تبعت هذول السيجمنتس، وما بيعدل على البرودكتس تبعته وعلى السايتس تبعته بيست على هذا البيهيفير اللي هو عماله بلحقه بكل كاستمر. حبيت بس اعطي هاي الجلمبس عن الكاستمر ديفلوبمنت، لاني حاليا كثير مؤمن بهذا الكونسبت، عمالي بحكي على كل شيء بيست على اللين موديل، هوبينج ان شاء الله اذا كل حدا متجه جاي عبره يبدا بشيء بالاي كوميرس يكون يعني ياخذ اللين ابروتش اللين ستارت اب موديل ابروتش.